لا في من الاولاد اولا ما فيش حاجه اسمها ضم ايزوكروميك، ما فيش حاجه اسمها تيربن ايزوكروميك، هو ايه يا اولاد؟ اكشوال. وبالتالي هل النقطه 2 فوق النقطه 1 النقطه 4 تحت 3؟ لا يمينهم رايحين يمين. احنا عارفين يا اولاد النقطه تطرحها اليمين لكن ما تطرحهاش الشمال، يعني بيحصل زياده في الانتروبي لكن ما يحصلش ايه؟ نقص. حصل السكن بروسس الثانيه بس ما درسنا صح؟ هتلاقي باستمرار لو طلعت بقى في اسمها 2 اس بس انت بتطلع بيزود ايه؟ مين؟ اللي اسمها 2 ايه؟ اكشوال. وهنا يا اولاد لو نزلت راسي يبقى اسمها 4 اس بس انت بالحقيقه تنزل بميل فبتديك 4 مين؟ 4 اكشوال. ده الحيود الاولاني. الحيود الثاني هو ايه؟ ان الضغوط مش ثابته. ازاي؟ دلوقتي انت عندك بمب رفعت الضغط مثلا من 10 كيلو باسكال وصلته 5 ميجا. ال 5 ميجا باسكال دي هتخش البويلر. هل لما تطلع من البويلر تطلع 5 ميجا؟ ولا في فريكشن جوه المواسير؟ في فريكشن فوق مثلا طالعه 4.8 من 10 ميجا. في 2 من 10 ميجا كده راحوا منك ضاعوا فين؟ في الفريكشن. فتلاقي خط الضغط اللي انت دخلت عليه شايفينه ده كونتينيوس مش هو اللي انت طلعت عليه، انت طلعت على خط تاني. طيب تعالى في الكوندنسر. مش الكوندنسر ده برضه لما رسمناه كان عباره عن مجموعه مواسير مش جواها فريكشن برضه؟ يبقى خط الضغط اللي هتخش عليه عند اربعه مش هو اللي هتطلع عليه عند واحد، يعني هيبقى بي اربعه اكبر من مين يا ولاد؟ وبي ثلاثه اقل من بي مين؟ من بي اثنين، ركز معايا؟ طيب كان عندي كام نوع من انواع الفواقد يا ولاد؟ نوعين. النوع الاولاني فواقد تاريخ ان انا بستخدم توربينات وبمبار اكشوال في الايزوتروب من غير ما المسها. النوع الثاني انا بستخدم ايه يا اولاد؟ بستخدم مواسير فيها احتكاك وبالتالي بيحصل بريشر لوك. نعم اللي هو بستخدم بمبار توربينات اكشوال مش ايزوتروب. اكشوال مش ما فيش حاجه اسمها بمب ايزوتروبيك ولا توربينا ايزوتروبيك في الحديث. وبالتالي انا عمري ما هاخد ايزوتروبيك هون غير هاخد ايه؟ اكشوال مظبوط. يبقى بالتالي زي ما حكينا النقطه 2 هتطلعها يمين تطلعها اكشوال والنقطه 4 هتطلعها يمين تطلعها ايه؟ 4 اكشوال. الحاجه الثانيه زي ما قلنا ان في وظيفه بتاعت التشجيع لو خدت بولر في ايه يا ولاد؟ في فريكشن وبالتالي الضغط اللي هدخل فيه البويلر مش هطلع فيه هطلع باقل منه. والضغط اللي هخش فيه الكوندنسر مش هطلع فيه هطلع باقل منه. واضحه؟ طيب مين في الفواقد دي كبير ومين صغير؟ بتاع الاكشن وورد ده هو الكبير. والفواقد الناتجه عن الضغوط صغيره يمكن اهمالها. عشان كده يا اولاد لما بننزل السايكل اكشوال عاده بنهمل الاشتراك اللي بيحصل في كل من البويلر ومين؟ والكوندنسر. بنهمل الضغط او الضغط اللي بيحصل في البويلر والكوندنسر. ونهتم بفرض الشغل اللي حصل فين؟ في البمب والتوربين. ها؟ واضحه؟ بنقول كده الايتا بتاعت البامب هتساوي دبليو اس على دبليو اكشوال اللي هي اتش 2 اس ماينس اتش 1 على اتش 2 اكشوال ماينس اتش 1. وايتا تيربن عباره عن دبليو اكشوال على دبليو اس اللي هي اتش 3 ماينس اتش 4 اكشوال على 3 ماينس 4 ايه؟ 4 سنين مع ده السنه اللي فاتت. طيب ازاي يا اولاد نقدر نزود كفاءه السايكل؟ احنا قلنا السايكل دي اساسا مبنيه على انه سايكل على فكره انه سايكل كارما. طب كارما ده ليه تزودها ازاي؟ يا اما تعلي الكفر ليمت التمبريتشر واحد لما تيجي تطلع فيه لفوق، يا اما تنزل مين؟ البويلر ليمت التمبريتشر اللي هو 3 و4 وتنزل فيه من تحت. صح؟ نفس الكلام او نفس الفكره انت ننفذها هنا. نقول كده انكريز ذا افريج تمبريتشر هنزود التمبريتشر اللي فوق. اثنين ديكريز ذا افريج تمبريتشر بتاع البويلر. طيب تعالى بقى نشوف ازاي يتم تنفيذه على مين؟ على الانسان. لو انا يا اولاد جبت رانك سايكل عاديه رانك، بص انسى الحته اللي تحت، واحد اثنين ثلاثه اربعه. تعالى بدل ما انا شغال على خط ضغط مثلا 20 كيلو باسكال هنزل اشتغل عند 10 كيلو باسكال.
هنا. مش النقطة 4 يا أولاد هيحصل لها تنزل تحت رأس تبقى 4 داش صح؟ بس النقطة 1 اللي كانت هنا تطرحها تبقى هنا تبقى 1 داش هنا وبالتالي تبقى 2 داش شمال 2 ونازلة عنها تحت صح ولا غلط؟ طب أنا كسبت حاجة ولا ما كسبتش؟ كسبت ليه كسبت يا أولاد؟ النت وورك بيساوي إيه هناك؟ مساحة الشكل. طب مساحة الشكل حصل فيها زيادة ولا ما حصلش؟ الجزء الداش شاف الشمل شال الجزء اللي هو مزرطه زاد اهو من هنا ومن هنا يبقى الشغل الصافي عندك زاد. طب ايه اللي حصل؟ ان الكواليتي عند اربعه قلت خالص مقارنه بمين؟ عند اربعه داش قلت خالص مقارنه بمين؟ يبقى بدل ما كان الخار يطلع من هنا عند 95% كنت يطلع عند 90% او 95% صح؟ العمر الافتراضي اللي بتقول فيه هتعيش عمرها افتراضي كاملة ولا يخس؟ يعني احنا خدنا شغل بس الاصرار والحدفع اني خسرت كذا سنه من عمري. جدا خيال يعني الجزء دي يعني لو المحطه بتكلف مثلا اصول منها مثلا بتكلف 3 مليار هتلاقي التوربينه دي واخده بتاع 25 مليون التوربينات يا اولاد مستحيل تشتغل عن سرعه منخفضه. مستحيل تشتغل عن سرعه منخفضه. ولو حاولت تشغلها عن سرعه منخفضه هي مش هتفضل طول اساسا. عشان كده لازم تتصمم بحيث ان تقدر تلف لغايه 60,000 لف على الاقل. ماشي؟ فهي ما ينفعش يبقى اساسا تدور تحت. السبب ايه؟ السبب انه انت بتخفض الضغط جواها عن طريق ايه؟ الكينيتيك انرجي اللي في الهواء بتتحول لهون، انت بتدخل هواء او بتدخل بخار عند ضغط درجه حراره عاليه. يعني ايه ضغط درجه حراره عاليه يا ولاد؟ يعني الفلو ماشي بسرعه مالها؟ شديده. عارفين الفلو بيمشي بسرعه كام؟ سوبر سونيك. سوبر سونيك. يدخل جوه الريش شونيك فيحركها ماشي؟ فلما يحركها يعمل ايه؟ يديها جزء من الطاقه بتاعته فيبدا سرعته يحصل لها ايه؟ تقل وبعدين الريش اللي وراها واللي وراها واللي وراها وهكذا. طيب لما يجي يلففها يعني في الحركه دي لما تيجي تلم لو تمت عند سرعه منخفضه يحصل ايه يا ولاد؟ يحصل ان الدايركشننج او التوجيه بتاع السرعه بالنسبه لزاويه الميل الريشه ما يمشوش مع بعض فما تاخدش الافشنسي تموت منها. خدت ولاد تبنوا ماشينري؟ ما خدتوش. هتاخدوا حاجه اسمها تبنوا ماشينري ان شاء الله. وهتاخدوا مثلث السرعات الدخول بتاع التوربينه بتاع ريشه التوربينه ومثلث السرعات الدخول بتاع ريشه التوربينه. لازم السرعه اللي تاخد عند ريشه التوربينه واللي تاخد تكون ايه؟ مماسيه لسرعه التوربينه. عشان تبقى مماسيه لها لازم سرعه الدوران تكون عاليه جدا. التفاصيل هتاخدها في ماده ثانيه بس هو السؤال يعني زي سبب السؤال شويه. المشكله فين يا ولاد اللي لازم اقولها؟ لما نزلنا الضغط حصل ايه؟ انا استفدت ان احنا خدنا شغل زياده بس في نفس التوقيت خسرت ايه؟ جزء من عمر مين؟ من عمر التوقيت اللي خسرته دلوقتي. طيب تعالى نشوف لو عملنا حاجه ثانيه. ايه هي الحاجه الثانيه؟ احنا قلنا يا اما ننزل بدرجه الحراره تحت يا اما نطلع لمين؟ درجة الحرارة فوق، تعالى نطلع درجة الحرارة فوق. بدل ما أنا أطلع بسوبر هيت الفيبر عندي ثلاثة، لا أنا هسخن السوبر هيت ده كمان تاني. هعمل له نور سوبر هيتنج، هطلعه عند مين؟ طيب، حصل إيه يا ولاد؟ ضفنا الحتة دي من الشغل. طب لما ضفناها في الكواليتي اتحسنت ولا اتحشت؟ اتحسنت. يبقى العمر الإفتراضي بتاع التوربينة هيحصل له إيه؟ هيتحسن. طب إيه المقابل اللي أنا خسرته؟ إن دخلت التوربينة بدل ما أدخلها عند تي 3 ديت دخلتها عند تي كام؟ طب تي 3 ده حاجة ولا تي 3؟ طيب لما أدخل عند التوربينة بدرجة حرارة أعلى بيحصل لها إيه؟ سيرمال ستريسز يحصل على الأجزاء الداخلية بتاعتها سيرمال ستريسز. يبقى من ناحية أنا صلحتها إن أنا بلغت كواليتي عالية بس من ناحية تانية خلصتها إن أنا دخلت عليها بإيه؟ بدرجة حرارة عالية. عشان كده بقول لك هنا تقطع تقدر تعلي الحراره زي ما انت عاوز بس بشرط تقطع لايه؟ من
ميتالوجيكال كونسيدريشن، يعني ايه؟ يعني تشوف المعادن اللي بتصنع منها التوربينه دي بتستحمل لغايه كام وتوقف عند الرقم ده. ممكن نعمل حاجه ثانيه، اثبت درجه الحراره بس ايه؟ ازود مين؟ الضغط. بدل ما انا امشي على خط الضغط ده يا اولاد اللي هو ده عشان فيه 2 3 لا همشي على خط الضغط الاعلى منه اللي هو 2 داش ايه؟ 3 داش. طب لما انا عملت كده حصل ايه يا اولاد؟ حصل ان انا خسرت جزء وكسبت جزء. خسرته؟ فاهم الحته دي؟ ها؟ خسرتها ولا كسبتها؟ طب فين اللي كسبته؟ اهو الحته دي. شايفين الشريحه دي يا اولاد؟ في الحقيقه الشريحه اللي كسبناها اكتر من الشريحه اللي كسبناها. يبقى المردود ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. بس في المقابل الكواليتي حصلتها ايه؟ يعني فالتوربينه حلوه. يبقى احنا كل ما نيجي نصلحها من حتى اولاد نكتشف ان في ايه؟ في مشكله بص حته ثانيه. فراح فكروا قال لك لا طب ما انا هحاول اعمل الكلام ده بس اعمله بطريقه فيها شويه تعديلات شويه ازاي؟ بدل ما انا اسخن وادخل التوربينه مره واحده ادخل التوربينه على مرحلتين. ازاي الكلام ده؟ اه صحيح يا اولاد في سايكلز موجوده حاليا خصوصا في النيوكلير باور بلانتس بيطلعوا عندي ضغط عالي جدا بيتخطى 22 900 مية، فبدل ما يخش جوه الخط هنا ويعمل كونفجريشن هنا بيعمل كونفجريشن صوت يخش على التوربينه بصوت عالي. بس السايكلز دي يعني قليله على الصوت العالي. واتش قدام تاني احنا دلوقتي. مش كتير. هنعمل ازاي؟ بص كده معايا. اهو. بيصور يا عم. انا هستخدم خطين ضغط. ايوه خط ضغط هنا اهو عند التوربينه الاولانيه وخط ضغط عند التوربينه الثانيه. حفظ البخار على خط التوربينه الاولانيه يتمدد جواها وشغال. البخار بتاع التوربينه الاولانيه ماله؟ درجه حرارته منخفضه وضغطه ايه؟ منخفض. حفظ اسخنه ثاني ارجع درجه حرارته مره ثانيه لغايه ما تساوي فيه كام؟ وادخله التوربينه الثانيه اللي هي اللو بريشر تيرم. يشتغل جواها لغايه ما يطلع عدد الكوندنسر بريشر. ماشي؟ ايه المكسب اللي كسبناه من الحكايه دي يا اولاد؟ بص كده معايا لو سمحت في الناس تخيل لو انا طلعت من واحد من اثنين ونزلت من ثلاثه رقص كده عدل. انا شغلت في توربينه واحده. الكواليتي بتاعتي حسبتها ايه؟ اصلا صح؟ انا طلعت كواليتي وحشه وابتديت توربينه طيب لما انا نزلت لغايه الضغط ده اللي هو خدت قيمه متوسطه في الضغط ما بين الضغط والبتاع كوندنسر لقيت التوربينه الاولانيه وخدت عنده ضغط وسيط ورحت وقت البخار مسخنه مره ثانيه مشيت على خط الضغط ده لغايه ما تيجي البخار دي لما نزلت في الرقص حصل ايه الكواليتي؟ اتحسنت مره ثانيه فرجعت خدت ايه؟ ده انا خدت عميل عرفت اعمل عمليه تسخين ومن غير ما اخد الايه؟ السايد افكت بتاع المشكله دي. فهمت يا اولاد؟ دي بيسموها ايه سايكل ديال؟ بيسموها ريهيت فرانكن سايكل. ليه ريهيت؟ يعني بناخذ بخار نعيد عمليه تسخين مره ثانيه في الكويلر ونرجع له التوربينه الثانيه. ماشي؟ طيب ازاي اخلي الخط اللي معاك المتوسط اللي بقى التوربينه الاولانيه ماله؟ ازاي نخليه مش ميكشر؟ لا ميكشر. البخار هنا يا اولاد عنده نقطة أربعة يا إما سلايتلي سوبر هيتد. يعني إيه سلايتلي سوبر هيتد؟ يعني نقطة أربعة قريبة خالص الخط هنا. يا إما ميكشر عند هاي كواليتي. يعني نقطة أربعة دي يا اولاد يا إما سلايتلي سوبر هيتد يا إما كواليتي عالية 95% مثلا. ماشي؟ فخدوه في كواليتي مش مشكلة تاخده من النقطة بتاعته. زي ما هو نروح ناخده ونسخنه لغاية ما يتحول لسوبر هيتد مرة ثانية. ما فيش مشكله ان هو يطلع في جزء من الركوب. ماشي؟ لما بنيجي ندرس السايكل دي يا اولاد بنقول ايه؟ عندي تسخين على كم مرحله؟ مرحلتين. سخنت البخار الاول من واحد من اثنين لثلاثه. صح؟ من اثنين لثلاثه اهو. اثنين لثلاثه. ما بتقولش ثلاثه ما بتقولش مين؟ اثنين. وبعدين اعد تسخينه من اربعه لايه؟ الجزائر اتش خمسه اتش اربعه.
الطاقه اللي انا ضفتها يا ولاد عباره عن طاقه في البرايمري الداخلي زائد طاقه بتاعت اللي هي اتش فلان لو اتش 2 زائد اتش 5 لو اتش 1 الشغل اللي انا خدته برضه التوربينتين، التوربينه الاولانيه ادتني شغل اتش 3 ناقص اتش 4 والتوربينه الثانيه هتديني شغل اتش 5 ناقص اتش مين؟ 6. طيب الشغل الصافي هيساوي ايه يا ولاد؟ هيساوي مجموع شغل التوربينتين مطروح منه شغل مين؟ شغل البرد. لو قسمته على مجموع الطاقه يديني ايه؟ الكفاءه. دلوقتي الكفاءه عندك هتساوي ايه يا ولاد؟ النتورك اللي هو مين النتورك الاول؟ مجموع شغل التوربينتين مطروح منه ايه؟ شغل البمب مقسوم على الطاقه اللي اتدفعت في المرحلتين البرايمري والهي هو دوت ايه؟ الكفاءه. طيب تخيل واحد بدل ما يعمل هيت مره واحده عمل هيت ثالث ثالث ورابع وخامس مش يبدا الخط تقريبا افقي؟ طيب لما يبقى الخط افقي بالشكل دوت مش يبقى الافريج تمبريتشر من 2 ل 3 ها عليت ليه؟ لانك انت بتعمل زياده فين؟ في الناحيه العاليه فالافريج ده كله يحصل له ايه يا ولاد؟ يزيد ولا ما يزيدش؟ وبالتالي الكفاءه بتاعت السايكل يزيد. يبقى انا من مصلحتي يا ولاد اعمل ليهيت واحد ولا اعمل كذا ليهيت؟ كتير كل ما اعمل ليهيت اكتر كل ما اكسب ها تحسين في الكفاءه. هنا بقى نخش بقى الحاجات العملية، التفاصيل العملية في الموضوع. بيقول لك إيه؟ إنك أنت لو عملت ريبيت مرة واحدة بس بيحصل لك زيادة في الكفاءة كام؟ 4-5%. لما تيجي تعمل ريبيت تاني تزود الكفاءة بس نص الأولاني، تزود الكفاءة من 2-2.5. لما تعمل ريبيت تالت تزود نص الكفاءة التانية، تبدأ من 1 لإيه؟ 1.5. لما تزود ريبيت تالت تبدأ وهكذا. يبقى دلوقتي انا يا ولاد اقدر اعمل ايه زي ما انا عاوز ولا عندي مرحله معينه اقول خلاص ما عادش في لازمه؟ ليه؟ اصل كل رهيب بايه؟ توربينه. كل رهيب لازم تشتري توربينه، والتوربينه زي ما حكينا مالها؟ غاليه جدا. ايه المشكله الكبيره في السايكل؟ التوربينه. نعم. لا توربينه ولا توربينه ولا توربينه. بس مصر. بس لا مش نفس المواصفات. ليه؟ اول توربين اسمها هاي بريشر بتشتغل على ضغط عالي جدا لان الضغط اللي جاي من البويلر في البدايه خالص ضغط مرتفع فلازم المعادن بتاعتها تكون قويه او السمك بتاع المعدن بتاعها قوي. التوربين اللي تحتها واخده ضغط بس بعدها فالضغط بتاعها ماله؟ منخفض اقل شويه. التوربين اللي بعدها ضغط منخفض يعني مش لازم التوربينتين المراحل كلها نفس السعر. لا البدايه سعرها عالي لاجل سنه لاجل سنه وهكذا. عشان كده ما بيزودوش عن اكتر من مرحلتين رهيب. بعد
نقدر نزود على الجديد زي ما حكينا بس اعتبرنا تاب. ايضا المعلومه الثانيه المهمه برضه بالنسبه لنا الضغط الوسيط ما بين التركيبتين بشكل البدء الضغط الوسيط ده اللي هو ضغط اربعه لما خط الضغط اللي شايفينه جاي ما بين حاجتين ما بين خط الضغط اللي فوق وخط الضغط اللي تحت. يا ترى قيمه الضغط دي اكثر قيمه لها كام؟ اكسبرمنتالي والربع. يعني القيمة دي يا ولاد ضغط أربعة أحسن في القيمة ربع ضغط مين؟ ثلاثة. يعني لو أنا داخل عندي ثلاثة ب 8 ميجا باسكال المفروض أعمل هيل عند كام؟ عند 2 ميجا باسكال. طيب ناخد مثال على الهيل. ستيم انتر ذا هاي بريشر كيبل 12 ونص ميجا باسكال عند 550 درجه. طبعا يا ولاد نقدر المساله كده احنا المفروض النص بتاع المساله كده في الامتحان سواء عمال سنه او خمس سنه كده بس مفيش حاجه ثانيه مكتوبه جنبه هو مرسومه. فاحنا هنرسم المساله من الكلام المكتوب. يبقى انا دلوقتي عندي ريهيت سايكل. اول ما هي كلمه ريهيت يا ولاد اعرف ان انا عندي كام توربينه؟ توربينتين على الاقل مين بيبقى فيه كذا في مالتي ريهيت ماشي؟ انما هو جاب ريهيت بس يبقى على الاقل في توربينتين عندي. ارسم توربينتين ورا بعض. انا عارف من الرسم ان التوربينه الاولانيه دي لازم تاخد من مين يا ولاد؟ من البويلر. والتوربينه الثانيه بيبقى المصدر بتاع التوربينه الاولانيه يروح فين؟ سخن جدا صح؟ فاول ما قريت كلمه ريهيت انا رحت راسم الحته دي كده تمام؟ اكمل اشوف باقي الحكايه شكلها ايه؟ بندخل عند 12 ونص و550 اتفقنا على النقطه دي يا ولاد اهي النقطه هي 12 ونص ميجا باسكال و550 درجه. اريكو 7 و7 و10 كيلو جرام بيستكال. اند ليفز بيطلع عند 2 ميجا باسكال. يبقى المخرج التوربين الاولاني 2 ميجا باسكال. ستيم الزن ريهيتد ات كونستنت بريشر. ها تو كام؟ 850. يبقى هو هياخد الفخار اللي طلع عند 2 ميجا شوف اهي. هياخد الفخار اللي طلع عند 2 ميجا اهو يوصل 2 ميجا باسكال ويروح مسخنها. فلما سخنها رجعت سخنه اهي لما رجعت سخنه هنا ضغطها كام يا ولاد؟ نفس الضغط 2 ميجا باسكال بس الحراره هنا 400 وايه؟ 50 درجه. هتخش التوربينه الثانيه بيفور اكسبانت ان ذا لو بريشر تيربين ذا ايزوتروبيك افشنسي اوف ذا تيربين اند ذا بامب ار كام؟ 85% يعني الكفاءات بتاعت التوربينات والبامب 85 في المية. لا لا يعني ايه يا ولاد؟ يعني التيربن اللي هي الاولانيه 85 البامب اللي هي الثانيه 90 ريسبكتيف. ستيم جيفز ذا كوندنسر ساتوريتد ليكويد اف ذا كوندنسر بريشر 9.73 كيلو باسكال لتيربن خلاص؟ ودلوقتي انا المفروض يا ولاد هيطلع من عندي هنا هيخرج من الرمال الثانيه. هيطلع من هناك يروح الكوندنسر، عند الكوندنسر اهو. وبعدين هيطلع من هنا، يبقى الضغط هنا هو كام؟ 9.7 كام؟ 3 كيلو باسكال. ده ضغط الكوندنسر يا ولاد. طبعا احنا هنضطر نركب بامب عشان نرفع الضغط ونرجعه مره ثانيه لمين؟ للبروتين. هنا كده احنا وصلنا للمسألة ازاي؟ نبدا نسميها اسماء، نقول ايه؟ النقطة اللي قبل البويلر اللي قبل البامب على طول دي مين؟ واحد ها؟ دي هنا ايه يا ولاد؟ اثنين سخن يبقى دي كام؟ ثلاثة طلع من التوربينة أربعة سخن في الريهيتر خمسة طلع من هنا ستة صح يا ولاد؟ تعالوا ناخد النقطة دي ونرسمها على الاستجرام. أنا كده عندي كام خط ضغط يا ولاد؟
ثلاث فترات 12 ونص ميجا وده 2 ميجا ده كام؟ ده 9.73 كيلو مسكن. ادي الثلاث فترات، ادي خط الضغط اللي هو 12 ونص. ماشي؟ دي النقطة 3. المفروض هعمل تمدد الايزوتروبيك في التوربينة الأولانية من 3 ل 4 إيه؟ 4 إس. بس اكشوالي أنا المفروض عندي نقطة هنا على نفس البريشر لاين تبقى اسمها 4 أو 4 اكشوالي. ماشي؟ هدخل في 4 اكشوالي في الريهيت. لما اخش الريهيت يا أولاد 4 إس و 4 اكشوالي. 4 اكشوالي. تسخن لغاية 5. 5 أهي على خط الضغط الثاني. ده الخط الضغط اللي هو مين فيهم؟ 2 ميجا باسكال. تسخن لغاية 450 درجة مئوية، تبقى النقطة رقم كام يا أولاد؟ 5. من عند 5 هعمل تمدد لغاية الضغط اللي هو 9.7، هعمل ايزوتروبيك ريليشن يديني إيه؟ النقطة 6 إس، وبعدين هعمل خط مائي تاني أكشوال يديني نقطة 6 أكشوال. ماشي؟ طب هل 6 أكشوال هتطلع في المكشر ولا ممكن تميل جامد تطلع سلايد وسوبر هيتد؟ زي ما تطلع، أنت ارسمها كده وسيبها. وسيب المعادلات هي اللي تحسب وتحدد هي فين. ماشي؟ وبعدين النقطة 1 معروف انها ساتوريتد ايه؟ ليكويد. ده خط الضغط 12 ونص، حجم الشرفان من 1 ل 2 اس للايزوتروبيك، بينما الضغط الحريقي هيبقى من 1 ل 2 ايه؟ ل 2 اكشن. يبقى يا ولاد اللي فرقت الرسمة دي عن الرسمة اللي حللناها من المحاضرة اللي فاتت ايه؟ أنا زاد عندي النقطة 4 اكشن و 6 اكشن و 2 اكشن. ماشي؟ طب دول بيتحسبوا من ايه؟ من الايزوتروبيك افشنسي بتاعت التيربين وبتاعت ايه؟ الضغط اللي هي 85% و 90 من 100. ماشي؟ هنحل ازاي؟ برضه يا ولاد الحل هنا سيستماتيك بنفس الاسلوب. حتى من عند النقطة 1 اتش عند النقطة 1 بيساوي ايه يا ولاد؟ بيساوي اتش اف عند الضغط المحدد ده. هدخل اتش اف صحيح يا ولاد انت معاك برنامج اللي هو انت بتدخل لي النقطة دي الحرارة دي الاتصال دي كل حاجة معاك ولا مش معاك؟ طيب كويس ممكن تستخدموه في الحل على فكرة. الابلكيشن ده يتحط على الموبايل ما يتحطش. اسمه البرنامج اسمه كات كات بسيط كات كات 2 كات 2 ده ما اشتغلش على الموبايل انا مش عارف انا عليك انت بتحل انا بس لو ينفع يتحط على الموبايل اخليه في حبه وتحل بيه في دي حاجه اصل انا ما يفرقش عندي انك تتعب في الجدول وتمدد عينك وتتعب مش دي شغلتي ان انا اتعب في الجدول يعني لو اعرف اخليك تحل في البرنامج ما عنديش مشكله لا لو في ابلكيشن يدي لك جدول على الموبايل نزله واستخدمه في الامتحان ما عنديش مشكله بس اتاكد انك انت مش مخسر حاجه ثانيه على الموبايل غير الحكايه دي حط ال طيب خلاص ف دوت هنطلع في شيف من الجدول والفي اللي هي ايه؟ هنحسب دبليو 1 اللي هو في دلتا بي وبعدين حجم على الكيبورد ده على اتش مين؟ اتش 1 يديني اتش كام يا ولاد؟ اتش 2 اكشوال ولا اتش 2 اس؟ اس يديني اتش 2 اس صح كده؟ اه وبعدين فين حجم حسابش اتش 2 اكشوال هنا ليه؟ هتطلع من واحد
2 اس. الطول ده او الحته اللي اسمها دبليو اي ده دبليو اس ايزوتروبيك. ولما تمشي كده بالبامب دي من اكشوال هيد. الطول ده اسمه ايه؟ دبليو اكشوال. مش حاطط الكلام دوت وايتا تحت البامب بتساوي دبليو مين على مين؟ دبليو اس على ايه يا ولاد؟ على الاكشوال. صح ولا غلط؟ طيب تعالى هنا في الحته دي الخط ده الراس بيساوي كام؟ في دلتا بي. هتمسح السبورة اللي بتاعت العكس مش يا ولاد؟ دبليو اس على ايه؟ دبليو اكشوال. طيب دبليو اس دبليو اكشوال مش ينفع اقول كده دبليو اس يساوي دبليو اكشوال ده يساوي دبليو اس على ايتا. حاجة دي هنا ودي هنا ينفع ولا ما ينفعش؟ صح؟ طيب دبليو اس ده يا ولاد مش هو في بي 2 ماينس بي 1 صح ولا غلط؟ يبقى في دون على ايه؟ على ايه؟ طب لو قلت اتش واحد زائد دبليو اكشوال يديني دبليو اتش 2 اس ولا اتش 2 اكشوال؟ اكشوال. يا ابني مين اللي سالني السؤال؟ ركز معايا يبقى في اتش 2 ايه؟ اكشوال. يبقى ما دام انا قسمت في دلتا بي على ايتا كده انا تجاوزت اتش 2 اس فاخد على اتش اكشوال. فهمتها؟ تمام. يبقى هنا يا ولاد هو لما رسم على ايتا حسب الشغل على الخط المايل صح كده؟ اللي هو اتش 2 اكشوال وبالتالي لما جمعوا على اتش 1 اصبح بي اتش 2 اكشوال. اهي يا ولاد الرقم اتش 2 اكشوال. بعدين هنيجي بالنسبه للي طالع من البويلر. الخط اللي طالع من البويلر 12.5 ميجا و 550 خدت الجدول السوبر هيتد. معلش انت بعد اذنك في لو سمحت هيحسب اتش 3 واس 3 من الجدول وبعدين هياخد اس 3 وكلها هي نفسها اس 4 اس ياخدها مع الضغط كام؟ 2 ميجا ده 4 يطلع منهم اتش 4 اس. قال لي خلاص؟ طيب بالتالي حسبت اتش 4 اس استخدم العلاقه دي كده اتش 3 ماينس اتش 4 اكشوال على اتش 3 ماينس اتش ايه؟ 4 اس. العلاقه تحت لمين يا ولاد؟ اتش 4 اكشوال دي اللي هي هتخش فين؟ هتدخل الرهيت هتروح البويلر مره ثانيه عشان اسخن البخار في البويلر مره ثانيه. هسخن البخار هتطلعه عندي اتش 5. طيب اتش 5 تيجي من فين؟ بي 5 ب 2 ميجا ودرجه حرارتها بكام؟ 450 محدد اتش 5 واس 5. هاخد اس 5 اعتبر هو اس مين؟ اس 6 اس. لا هو اس 6 صح يا ولاد؟ اهو الرسم عشان ما تسرحوش مني. خلاص؟ طيب هروح على الاساس ده احسب الكواليتي. اروح على الاساس ده اهو يا ولاد دي 6 حسبت اتش 6 اس. طب حسبتها ازاي اتش 6 اس ديت؟ خدت اس 6 ديت اللي هي قلت عليها هتساوي اس اف زائد اكس اس اف في جي حددت اكس اكس وبعدين قلت اتش 6 اس دوت هيساوي اتش اف زائد اكس في اتش اف في جي. احنا خلاص على سنة كده الخطوه اتعرفت فما تكررتش ماشي؟ من هنا هحسب مين؟ اتش 6 اس العلاقه بتاعت خلاص؟ كده انا حسبت كل الاتشات. طيب هعمل ايه؟ هقول الطاقه اللي انا خدتها للمنظومه او لليونت دخلت اتش من 3 ناقص 2 اتش 3 ناقص اتش 2 دخلت الهيت 5 ناقص ايه؟ 4 يبقى دي كيو ان. طيب واستفدت شغل الشغل اللي استفدته اللي هو كام يا اولاد؟ اللي هو اهو دبليو اتش 3 ناقص اتش 4 اكشوال زائد اتش 5 ناقص ايه؟ اتش 6 اكشوال. ده هيطلع منه شغل البامب. شغل البامب اللي هو اتش كام؟ 2 اكشوال ناقص 1. ركزي معانا يا ولاد ده هيطلع ده دبليو ان. هنا في طريقه ثانيه قال لك انا بدل ما احسب دي ما انا ممكن اعمل كده اقول كيو اوت هتساوي اتش 6 ماينس اتش 1 اللي هي في الكوندنسر. لو طلعت كيو ان ماينس كيو اوت مش هيديني الشغل دبليو بس دبليو اللي هتطلع اسمها دبليو سبيسيفيك كيلو جول بالايه؟ بالكيلو جرام. لو ضربت الكيلو جول بالكيلو جرام في الام تتم ضغط بكام يا ولاد؟ كيلو وات.
صح كده؟ عشان كده الـ W نت هيساوي كام دول؟ كيو ان ماينس كيو اوت. القوس ده اللي هو كيو ان ماينس كيو اوت هو دبليو سبيسيفيك الجول بالكيلوجرام. ماشي؟ وممكن حسب ايه؟ دبليو نت. ممكن تحسبها بالمعدل ده او من المعدل. السيلف افشنسي واحد ماينس كيو اوت على كيو ان.